أوه يا رجل، أنا متحمس جدا لحصة الأحياء القادمة، لقد استعددت لها بشدة، الموضوع مهم بالنسبة لي. حقا، حسنا، علي أن أقول أجد الجغرافيا أكثر إثارة للاهتمام من الأحياء. ماذا؟ لا، الأحياء أروع بكثير، خصوصا بعد أن بدأنا بموضوع النظم البيئية، إنها مثيرة للغاية. أو كذلك الوجبات المدرسية اللي كانت عندنا مع المواطنين وهكذا، لقد قرأت حتى صفحة إضافية لأنني وجدته مثيرا للاهتمام. أوه، الصف سيبدأ قريبا. على أي حال دعونا نرى ما سيحدث. صباح الخير أعزائي. لاريسا، ماذا تفعل مديرة المدرسة هنا؟ ظننت أن لدينا درس الأحياء مع هيربري تيم الآن. لا أعرف يوليان، لكنني أريد أن أسمع ما تقول. إذن يا أعزائي الأطفال، السيد ماريتيم للأسف مريض ولن يتمكن من الحضور اليوم، لذلك أنا أمثله اليوم، لأنني للأسف لا أعرف ما الذي تعلمتموه في الأحياء مؤخرا، وأنا لا أدرس ذلك بل الرياضيات. أقترح أن نتابع بالرياضيات لليوم. لا انتظر، هل حسبت هذا أيضا؟ لا أحب الرياضيات كثيرا، والأحياء هي المادة المفضلة لدي في الوقت الحالي، وقد استعددت جيدا لها بشكل خاص. ما الذي يحدث هنا؟ أرجوك استرخي يا جوليان، الرياضيات ليست بهذا السوء، وبالإضافة السيدة مديرة المدرسة تقوم بعمل جيد جدا. لا ترفعوا أصواتكم من فضلكم، هناك في الأمام. إذن أحبائي، الرجاء أن يأخذ الجميع كتب الرياضيات الخاصة بهم، وسأقوم بكتابة الواجب الأول على السبورة في هذه الأثناء. يا بينو، لماذا علينا أن ندرس الرياضيات الآن؟ إنها مملة جدا والأحياء أسهل بكثير، أراهن أنني حتى يمكن أن أدرسها، يعني هذا شيء يقدر عليه أي طفل، أن تكون معلما هذا ليس بالأمر الصعب، وهذا يجعل الأمر ممتعا بالتأكيد، لأنه يمكنك الحديث طوال اليوم والجميع يعلم أنهم يستمعون. ما الذي يمكن لكل طفل فعله؟ وما الذي ليس صعبا أن تكون معلما؟ مديرة المدرسة، من أين أتيت؟ لكن نعم، هكذا أرى الأمر. حسنا يا جوليان، هذا يبدو كتحدي، أليس كذلك؟ تحدي؟ ماذا تقصدون بذلك بالضبط؟ هل سندرس الأحياء فعلا؟ لا، لن ندرس الأحياء. بما أنني لا أدرس الأحياء، لكن إذا كان الأمر بهذه السهولة لكي تكون معلما، ربما كانت لدي الآن فكرة. أجمع تمتفق على صح. وماذا عن القرب؟ ماذا لا؟ وأنت ستكون المعلم لبقية الساعة، هكذا يمكنكم أن تحضروا درس الأحياء وتظهروا لنا جميعا كيف كنتم ستديرون الفصل. دعونا نرى إذا كنت ستجد ذلك سهلا بعد الآن في كونك معلما. حقا؟ هل يمكنني فعلا القيام بذلك؟ أوه، سيكون ذلك رائعا جدا، شكرا. نعم، هذه تجربة جيدة، إذا أنا موافق. لكن ما رأي الآخرين؟ هل ينبغي لجوليان أن يتولى الحصة؟ سأظل بالطبع في الغرفة أيضا وأساعد في الأسئلة. ذلك لقد ناقشنا هذا بين ثلاثة منا للتو، أنا أراها بعض الشك، لكن تم التغلب علي بالأغلبية، إذا نعم أن أعطي جوليان فرصة. حسنا، دعنا نرى ما لديك يوليان. حسنا، إذا تم القرار. ويا جوليان، تذكر أن الأمر يتعلق أيضا بالتعامل مع هذا الدور بمسؤولية، يجب أن تتأكد من أن الجميع يتعلمون شيئا، وأقترح أن تكملوا من حيث توقفتم آخر مرة في مادة الأحياء. إذن يجب أن تتصل بذلك، هل تعتقد أنك قادر على تحقيق ذلك؟ لكن إذا لاحظت أنك لا تأخذ دور المعلم على محمل الجد، أو أنكم لا تتقدمون بأي شكل من الأشكال، فإن إن أقترح أن ننهي هذا ونتجه إلى باتوم، لكن لنرى ماذا سيحدث. هذا سيكون الغباري، سيكون رائعا، أعتقد أنه سيكون جيدا جدا، سأتألق بالتأكيد وسترون، ستكون ساعة مذهلة بالفعل. حسنا، جيد، سأقوم بالتسليم الآن. إلى مدرسنا الجديد يوليان فوغل. أتمنى لكم كل المتعة والنجاح يا جوليان. لنرى ماذا سيحدث. ماذا سيحدث؟ شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. أنا الآن معلمكم، يعني أمم، أنا جوليان فوجل، يعني لكم السيد فوجل. دعونا نبدأ من البداية. صباح الخير يا أحباء الصف. حقوق النشر WDR 2019. كان ذلك مضحكا، لا طالما أردت أن أفعل ذلك. انتظر، أنا الآن معلم. حسنا، إذن يا أطفال، نحن نتحدث الآن.
حول النظم البيئية، وكان فاهم واجب منثري أيضا وهو جزء يتعلق بالكلمات. هذا يذكرني بشيء، هل كنتم تعلمون أننا دائما مهمون جدا للأرض؟ ألبرت لقد رفعت يدك، ما الأمر؟ نعم بالطبع علمنا ذلك، لقد كان ذلك مذكورا في الفصل الذي كان يجب علينا قراءته. حسنا، لكني لازلت لم أفهمها تماما بعد. واو واو واو، لحظة من فضلك، لا تتحدثوا هكذا بفوضى. إذا تذكروا أن ترفعوا أيديكم إذا أردتم قول شيء. يا رجل، عندما يتحدث الجميع بهذه الطريقة المشوشة هذا حقا يخرجني من تركيزي. إذا أنا كمعلمكم سأشرح لكم هذا الآن. نحن نساعد في جعل التربة متفككة وخصبة، فهي تأكل الأوراق الميتة وتحولها إلى تربة غنية بالمواد العضوية. وهل يمكن لأحد منكم أن يخبرني لماذا الديدان مفيدة جدا للبستانيين؟ حسنا، هل لدى أحد فكرة؟ باولا، ربما أنت. ألا يفعلون شيئا ما بالتربة يعود بالنفع على الحدائق أو شيء من هذا القبيل؟ بالضبط، فهم يخلوا التربة ملائمة للنباتات، لكن ليس هذا فحسب، فليجعلوا التربة أكثر مرونة، وهذا مهم حقا. لكي تتنفس الجذور. يا لويس، أنت ستصل أيضا؟ نعم، من فضلك، هذا يعني أنه بدون الديدان هناك نباتات أقل؟ نعم، لي في خالي من الديدان وغيرها. ساعدين الصغار في الأرض سيجعلون الكثير من نباتاتنا لا تنمو جيدا. الملاكمة، تخيلوا ذلك بهذه الطريقة، كأن الأرض كعكة شوكولاتة كبيرة، الديدان مثل الخلاط الذي يساعد في خلط كل شيء جيدا حتى تنمو النباتات بشكل جيد. يمكن، إذا لم تكن هناك أسئلة إضافية فسنقرأ في الصفحة التالية. استمر في البقاء أمام بيرة. ماذا؟ انتهت الحصة بالفعل؟ لقد كان ممتعا حقا. أشعر بالحزن. إذا طلابي لقد أديتم بشكل جيد للغاية، كان ذلك ممتعا. أود أن أقول إذا لا توجد واجبات منزلية لكم، استمتعوا بالاستراحة. بشكل مختصر يا أطفال، أود أن أقول شيئا أيضا، يجب أن أعترف حقا، لقد أداء رائع حقا، أنا متفاجئ وفخور لكم. وأود أن أقول دعونا نتغاضى عن ذلك اليوم استثنائيا، إذن لا واجبات منزلية واستراحة سعيدة. يوليان، لقد قمت بعمل رائع حقا، والله أنا متفاجئ تماما، لذلك لم أكن لأتوقع ذلك حقا. هل ما زلت تعتقد أنه من السهل أن تكون معلما؟ كيف كان الأمر بالنسبة لك؟ نعم لقد كان ممتعا بالفعل، لكن يجب أن أقول كنت مثقلا بعض الشيء أحيانا بالفصل بأكمله والموقف. إذا ربما بالغت قليلا في ذلك، ولكن في الأساس كانت تجربة رائعة بالتأكيد. هذا يبدو رائعا يوليان. إذا أعتقد أيضا أنك اليوم قد علمتنا درسا مهما جدا، وبالضبط أقصد أن تكون معلما ليس فقط الحديث عن شيء، بل التأكد من فهم الجميع ومشاركتهم. إذن يجب أن أقول أنا حقا سعيد لأنك جربتها. أعتقد أنك أظهرت لنا جميعا اليوم أهمية تجربة أشياء جديدة وتحمل المسؤولية. نعم لقد استفدت بالتأكيد من الكثير الآن، ويجب أن أقول أن أكون معلما، هذه وظيفة رائعة حقا، شكرا لكم على السماح لي بتجربة ذلك. كونك معلما كان ممتعا حقا، لكني سأظل طالبا لفترة. مرحبا يا أصدقاء، أنا جوليان فوغل، نحن ما زلنا هنا. إذا أردتم سماع المزيد منا أي عائلة فوغل فاستمعوا إلينا أيضا عبر سبوتيفاي أو آي تيونز أو أمازون ميوزيك. هنت تدرون فتيرا يعني خزنا وتقولي شتعي كنا مشاهدون فيديو إلقاء مركبة مع سما. صدقني هم حق الرائعون، ونعم استمعوا إليها استمتعوا.